احنا يعني قبل الأزمة السورية كنا طبعا بتأثير الأنظمة وبتأثير التفاعلات العشائرية والقبلية والمصالح، فكنا بعيدين متفرغين، حتى العشائر متفرغة، كان يوجد الشيخ في مكان والعشيرة في مكان. فنحن في من خلال الأزمة السورية ودخول التركي إلى سوريا كمنقذ للشعب السوري، هو نادى بأنه هو المنقذ للشعب السوري، نحن لم يكن في مشاريع على الأرض السورية، لم يكن مشاريع على الأرض السورية، وكان الشعب السوري لقمة سائغة حتى يكون مرتزقة بيد التركي والقطري على هذه الأرض. حتى جاء المشروع حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، وكان هو من قام بشيء معجز، يعني في خلال فترة 7 سنين. أنا أرى عجبا خلال 7 سنين نحن كنا إذا أخذنا الشيخ مقصود كحي مسقر مع النازحين إلى الحي، فكنا نكون كتلة واحدة في وجه التحدي إلى الحياني والقتال والدفاع عن الشيخ مقصود، وكنا فعلا حي الصمود والتصدي وحي الانتصار على التركي الممول وعلى الفصائل الهمجية والفصائل الظلامية. ونحن اليوم في الشيخ مقصود في الإدارة الذاتية، نحن اليوم يعني انتقلنا نقلات نوعية. في 2015 كان انطلقنا من كوباني في الدفاع عن كوباني، كانت المرأة، برزت المرأة، ومن منجزاتنا بروز المرأة كمقاتلة على الأرض والدفاع عن أرضنا. برزت عنا نحن أخوة الشعوب، أخوة الشعوب لها معنى كبير في هذه المسيرة. وجاء بعدها من ولادة سوريا الديمقراطية على الأرض السورية، فهي تضم، ليش هي اسمها سوريا الديمقراطية؟ لأن هي تضم كل المكونات على الأرض السورية. والآن نحن الآن هذا المشروع هو الذي يقف في وجه، يتصدى للفكر الأردوغاني والمشاريع الأردوغانية في سوريا. والحمد لله نتمنى المزيد من العمل ما على الأرض، على الجبهات، وعلى المجال السياسي والمدني والثقافي، فكل لا يتجزأ في محاربة هذا الأردوغان. لو طبق هذا الفكر وتبناه الشعب السوري في كل مكوناته، أو الشعوب الموجودة في المنطقة تبنت هذا الفكر، فهذا الفكر هو يعطي الشعوب خيراتها التي الآن تأخذها الطامعة فيها الدولة التركية والدولة والإيرانية والأمريكية والروسية. فنحن اليوم لو طبقت هذه يعني هذا الفكر، فنحن اليوم نحن نمتلك قرارنا وبلدنا ووحدة أراضينا واقتصادنا. أما الآن نحن لا نملك هذا. نحن من خلال أخوة الشعوب نتمنى من خلال الفكر والحوار وليس الفرد أن نكون نصل إلى هذا المستوى إن شاء الله. وسوريا إن شاء الله سوريا ديمقراطية، سوريا المستقبل هي لكل الشعوب، ولا نقبل إلا أن تكون سوريا إلى كل الشعوب، حتى لو كان يعني شعب يقول بيمثل 1%، فالواحد بالمية قبل 99 فنحن هكذا نكون نعم سوريين. وأوجه تحية القائد عبد الله أوجلان ردا على تحيته إلى العشائر السورية الذي لا ينسى، وهو في سجنه 21 سنة لا ينسى أن يوجه تحية إلى العشائر السورية. فنحن نحيي هذا القائد الذي تبنينا فكره الذي هو لكل الشعوب، وليس أوجلان للشعب الكردي، إنما هو لكل الشعوب، ليس العربية فقط أو الكردية فقط، إنما هو جاء إلى شعوب الشرق الأوسط كافة. نتمنى الإفراج العاجل عن القائد عبد الله أوجلان، نتمنى للشعب العربي والكردي الازدهار والتحرر من أيديولوجية الدول الكبرى ومصالح الدول الكبرى، وأن نملك القرار حتى ندافع عن نفسنا أمام هذا الطغيان من المصالح الهاجمة على سوريا.